هذا الفيديو سوف أعطيك 3 خطوات عملية إذا اتبعتها بإذن الله سوف يتحسن نطقك بشكل ملحوظ وبسرعة صاروخية I don't understand what you are saying. سوف تتعلم نطقها هكذا. I don't understand what you're saying. I don't understand what you're saying. I don't understand what you're saying. هل أنت مستعد? Ready? Let's get into it. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسماء من قناة Learn English with أسماء. قبل أن أبدأ أود أن أشكر تطبيق U-Dictionary للترجمة الفورية for sponsoring this video. U-Dictionary هو قاموس للترجمة الفورية وهو مجاني 100%. يمكنك تحميله عن طريق الأب ستور أو البلاي ستور أو مباشرة من خلال الرابط الذي ستجده في صندوق الوصف. بمجرد فتح هذا التطبيق سوف تجدون دورات وكورسات في اللغات التي تريدون تعلمها بالإضافة إلى خاصية اللهجات التي تمكنك من تعلم النطق صحيح للكلمات باللهجتين الأمريكية والبريطانية. والميزة التي أعجبتني كثيرا والتي ينفرد بها تطبيق U-Dictionary وهي خاصية الترجمة الفورية التي تعمل مع برامج الواتساب والماسنجر. مثلا أنا هنا أقرأ مقالا على جوجل كروم، فبمجرد أن أعمل drag and drop لأيقونة البرنامج على النص الذي أريد ترجمته حتى تظهر لي الترجمة الفورية بدقة عالية جدا، يعني good quality translation. فأنصحكم بتحميل هذا التطبيق من خلال الرابط الذي ستجدونه في صندوق الوصف. فلنبدأ على بركة الله. الخطوة الأولى هي أن تقرأ بصوت عالي، read out loud. سوف تجد في الرابط أسفل الشاشة قصصا قصيرة يمكنك أن تتدرب على قراءتها على موقع learnwithasma.com. أريد منك أن تتدرب على قراءتها يوميا لمدة 10 دقائق. لا تهتم إذا لم تفهم المعنى ولكن ركز على النطق. الخطوة الثانية make a list. أريد منك أن تحدد الأصوات والكلمات التي تجد صعوبة في نطقها. سجلها على قائمة في تليفونك مثلا وتدرب عليها كل صباح بصوت مرتفع. الخطوة الثالثة وهي أن تلتزم يوميا بهذا التمرين لمدة 10 دقائق على الأكثر. يمكنك التدرب من خلال دروس المحادثة التي أنزلها على القناة أسبوعيا وأنصحك باتباعها بالترتيب وفقا للقائمة كما تشاهدون على الشاشة. في هذه الفقرة من الدرس أود أن تتفاعل معي وأن تجيبني بصوت عالي وأن تردد معي. أول كلمة معنا هي كلمة understand. Understand. كيف أقول أنا أفهمك؟ فكر قليلا وأجبني بصوت عالي. أحسنت. I understand you. I understand you. لاحظوا لا أقول I understand I understand وإنما I understand I understand. ردد معي I understand. أحسنت. الآن أنا لا أفهمك، كيف أقول أنا لا أفهمك؟ جيد. I don't understand you. I don't understand you. لنربط هذه الجملة، كلمات هذه الجملة مع بعض ونقولها بسرعة المحادثة اليومية. I don't understand. تنطق I don't understand. I don't understand. كأنني حذفت حرف T. I don't understand. ردد معي I don't understand. الكلمة الثانية معنا وهي كلمة important. Important. لنجزئها إلى جزئين، الجزء الثاني tint، الجزء الأول import. لنجمعهم مع بعض important. Important. لاحظوا أن حرف T لا أنطق، يعني أخفف كأني أحذفه. Important. Important. ردد معي important. كأني أقول important يعني كأنه T أصبح D. Important. كيف أقول إنه مهم بالنسبة لي؟ بضع ثواني للتفكير. أحسنت. It's important to me. It's important to me. ردد معي. It's كل كلمة على حدة. It's important to me. لنربط الكلمات. It's important to me. It's important to me.
ممتاز. أنا لا أفهم لماذا هو مهم أو لماذا هو أمر مهم. فكر قليلاً. ممتاز. سأقول جملة مجزأة. I don't understand why it's important. ردد معي. I don't know why it's important. لنجمع كلمات هذه الجملة مع بعض ولنربط بينها. I don't understand why it's important. جيد. I don't understand why it's important. حاول 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 مرة أخرى. I don't understand why it's important. ممتاز. كلمة water. Water. حرف T عندما يكون بين حرفين صوتيين ينطق مثل حرف D. Water. Water. بالD. Water. ردد معي. Water. أحسنت. لنأخذ كلمة تشبهها مثلا كلمة better. Better. ردد معي. Better. Better. لنأخذ الآن جملة بسيطة فيها كلمة water. كيف أقول؟ هل لي ببعض الماء؟ هل لي ببعض الماء؟ فكر قليلا. سهلة جدا. أحسنت. Can I get some water? Can I get some water? ردد معي. Can I get some water? لنجمع الكلمات الآن ونربط بينها. Can I get some water? Can I get some water? معظم الأوقات عندما يكون تي في آخر الكلمة لا ينطق. Can I get? كأني أقول can I get بالA. Can I get some water? Can I get some water? أحسنت. كلمة please. Please. ليس please. الL حرف الL ليس مرققا وإنما مفخم. أقول please. Please. كلمة feeling. Feeling. لا أقول feeling وإنما feeling. كيف أقول؟ عندي إحساس جيد. إحساس feeling. Feeling. ممتاز. I have a good feeling. I have a good feeling. ردد معي. I have a good feeling. Excellent. وآخر كلمة معنا في الدرس الأول هي كلمة a lot of. A lot of. تنطق باللهجة الأمريكية a lot of. A lot of يعني الكثير من. الكثير من. A lot of. مثلا لديها الكثير من المشاكل. كيف أقول لديها الكثير من المشاكل؟ فكر قليلا. أحسنت. She has a lot of problems. She has a lot of problems. كان هذا هو درسنا لليوم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد. باي باي.